السلام عليكم يا اخوان. طبعا كيفية صلاة عيد الفطر، الركعة الاولى ان شاء الله تعالى راح نكبر 7 تكبيرات ناقص تكبيرة الاحرام، الركعة الثانية هي عبارة عن 6 تكبيرات ناقص تكبيرة القيام. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا احبتي في الله، لا يوجد خطبة عندما تصلي صلاة العيد في المنزل كما اتفق اهل العلم. طبعا انا احبتي في الله ساقوم بالصلاة على والدتي ووالدي واهنئهم بالعيد، ايضا قم انت كذلك بالفعل وتواصل مع اهلك خالاتك عماتك هنئهم بقدوم العيد. طبعا انا لا اتكلم عن الاشخاص الذين يعيشون بعيدا عن اهلهم لان لهم روتين بالنسبة لهم، يعني ان يتواصلوا مع اهلهم بين الحين والاخر، ولكنني اتكلم عن الاشخاص الذين الان يعيشون او جالسين في الحجر المنزلي. لا بد عليك ان تصل رحمك. السلام عليكم. صلينا الحمد لله العيد وجالسين الان مع الشباب وعمال حاليا بصور وبرك علي. طبعا احمد بيحكي مع اهله الان، الشباب كلها بتعايد. الحمد لله السنه هاي انجزت. طبعا نحن هنا احبتي في الله مجتمعين مع الشباب الطيب هنا، اشكركم جدا على وجودكم. طبعا نحن نقيم في نفس العماره لذلك لم نكسر اي حجر منزلي حاصل. بالمناسبه تعمدنا ان نظهر لكم مظاهر الفرحه وكيف تصنع الفرحه ولو ان الظروف لا تناسب هذا الامر، يعني ربما يكون هذا العيد او هذا العام مختلف عن الاعياد التي اعتدنا عليها، ولكن هذا لا يمنعنا ان نصنع فرحه بايدينا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصائم فرحتان، فرحه يوم يفطر وفرحه يوم يلقى الله. فلا بد لك ان تصنع هذه الفرحه بان تغتسل، ان تلبس افضل الثياب، ان تتعطر، ان تجتمع مع الاحبه، ان تصل رحمك ولو هاتفيا. وهنا لدي بعض الأسئلة التي أرغب في أن أوجهها للشباب هنا إن سمحتم لي. بداية أبدأ مع ابن عمي وصديقي أحمد، كيف ترى العيد الآن في هذه الغربة؟ يعني صراحة أن العيد بالنسبة العيد هذا عيد يتيم بحجر، ليش؟ لأن العيد العيال الصغيرة كنت مع الوالد مع الوالدة، يعني هذا العيد بحس. استاذ حمزه، سؤالي لك، ماذا اضاف لك رمضان هذا العام بهذه الاجواء التي مررنا بها؟ رمضان هذا العام كان مختلف بكثير امور ولكن ايجابيه اكثر، يعني في السنوات السابقه كانت الاعمال تشغلنا عن العبادات، رمضان هذا العام اضاف نكهه جميله، خشوع، تقرب الى الله. ايضا هنا صديقي واخي العزيز جواد، صديق الطفوله والروح، سؤالي لك، كيف ترى العيد هذا العام ضمن هذه الاجواء ايضا؟ والله بالنسبه لنا العيد يعني مثل ما تفضل الاستاذ احمد اللي هو عيد الاهل، احنا تعودنا عليه، يعني لنا سنين في الغربه وعارفين شو هو العيد في الغربه واللي إذا طعم في الغربه. فجامعتنا اليوم كانت جامعة طيبة ومباركة إن شاء الله. شكرا لك. بس تغريب قلب كلام خل حزني تجي والعلى فلا يرفيقي مدامك بخير حياتي تشوف. كل عام بخير إن شاء الله، ينعاد علينا وعليكم بخير والسلامة. مع السلامة. انطلق يا زلمة، لا مش حلوة. بالطيب المنى وحس الحياة أصبحت شيء غير معك.